الكراهة بالاصطلاح اصطلاح الفقهاء معناه ما كان تركه أولى من فعله، ما كان تركه أولى من فعله، ويترتب عليه أن من تركه امتثالا يثاب، يعني يثاب تارك المكروه، ومن فعله لا شيء عليه، لأن تركه أولى من فعله. وفاتنا أن نقول ما معنى المكروه في اللغة. المكروه لغة المبغوض، شيء المبغوض يقع عنه مكروه، لكن في الاصطلاح وما كان فعله، ما كان تركه أولى من فعله، ترتب عليه من تركه يثاب ومن فعله فلا شيء عليه. لكن الذي ينبغي التنبيه عليه أن المكروه ينبغي المسلم أن يحرص على تركه، لا أن يقول مكروه فيرتكبه بشكل مستمر، لأن بعض الناس يقول حرام المكروه، حرام المكروه، إذا قلت له مكروه معنى ذهب وفعل، حرام نقول نجتنب، لكن مكروه لا، هذا خطأ. فالمكروه إذا تركته لك ثواب،